هلو جوتن تايم، جبت لك النهارده اربع اسباب ازاي انك تقدر تبقي على الموتيفيشن اثناء تعلمك اللغه الالمانيه. اول حاجه يا جماعه فراك تيش فاروم، ليه عايز تتعلم اللغه الالمانيه؟ وتخيل نفسك دايما، دي بتتابعها في حياتك دايما، تخيل نفسك ان انت وصلت لنهايه المشوار، اوريدي واقف في المستشفى وبتتكلم مع المرضى بتوعك بالالماني، اوريدي وصلت المانيا وبتدرس وقاعد في المحاضره. تخيل دايما انك وصلت لنهايه الهدف. كل يوم قوي يا اخي علق صوره، اعمل نفسك صوره وانت لابس البالطو وانت قاعد في المحاضره وهكذا، حطها قدامك دايما. ابقائك على الموتيفيشن هو ده اللي هيخلي الدافعيه عندك للالماني كبيره، ماشي؟ ما تنزلش ما تقلش. تاني حاجه ذاتس ديا، اوكي، رياليستيش تسيلا. يعني ايه رياليستيش تسيلا؟ مش تقول لي عايز اوصل للبي 2 في شهرين، لا، هتحتاج 10 شهور او سنه ان شاء الله، ماشي؟ وهدف مرحلي A1، خلاص A1 هتخش على A2 والبي 1 وهكذا. تالت حاجه كافئ نفسك. ايه هي كافئ نفسك دي؟ يعني مثلا كل ما تتقدم شويه اعزم نفسك على فنجان قهوه، اوكي، اشتري تطبيق لغه معين يساعدك في انك تتعلم الايه الفوكابلري وهكذا. وبعدين مارس اللغه، كلما مارست اللغه وكلما انت ايه ده النهارده شفتني، ده انا كنت قادر ان انا اتكلم في المحاضره وهكذا. لو انت حتى ما عندكش حد تتكلم معاه، اتكلم حتى مع تشات GPT. احكي لي عن تجربتك في التعليقات. تشيز.